اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ عربي، مطبخ سعودي، مطبخ خليجي، بنعمل اكلات مشهوره جدا في المطابخ. ولكن العزومه بتاعتنا حابين نعمل المندي. المندي لما بنيجي نعمله محتاج لتفاصيل كتيره. هنروح عند اصحابنا في جنينه، احنا ما عندناش فيلا، طب تعالوا عايزين مكان فيه خلع عشان نحفر حفره وننزل بالبرميل وننزل بالرز. بالامانه هو دي تفاصيله، ومشهور جدا في الخليج او في الاماكن اللي فيها خلع، يعني لان المكان بيبقى فيه نار ومفيش مشكله ان احنا نولع فحم او ان احنا نحفر حفره. انا خليكي تعملي المند النهارده في الفرن من غير ما نحفر على الجيران من فوق، هنشوف نعمله النهارده ازاي مع بعض، مع جوز فراخ حلوين، مع التوابل العربيه اللي هي عنوان المندي. المندي ده عنوانه توابل، بهارات جميله هي اللي بتخلي الفراخ تقول انا مندي. سموه مندي ليه؟ لان الندى بتاع الفراخ او اللحم الضاني او ايا كان بينزل منه على البرميل او على حله الرز بيساوي الرز كله في بعضه، فاحلى حاجه شويه الرز اللي بينزله من الندى بتاع اللحم او بتاع الدجاج. احنا هنعمله مع بعض بنفس الفكره. معانا النهارده شوربه خضار لطيفه وجميله بنسميها في المطبخ الطلياني من استرون، ولكن هعملها بطريقه النهارده، فيها جزر، فيها بسله، فيها كوسه، فيها بطاطس، حاجه حلوه كده عدل الاكل بتاعنا بما ان احنا ما عندناش خضار في السفره بتاعتنا. معانا الحلو النهارده قطايف وارد، وده بيحصل في كل البيوت، جايبه قطايف تحشيها قشطه وتحشيها مكسرات، اتعزمت على الفطور حطيتها في الثلاجه يوم واثنين وثلاثه، فعايزه تستخدمي القطايف دي هتعملي فيها ايه؟ هترميها؟ فانا هخليكي تعملي القطايف اللي هي موجوده عندك في الثلاجه او اللي انت ما تقدريش تقفليها، هخليكي تعمليها النهارده بالسكر والقرفه بطريقه بسيطه وسهله، وهتبقى احلى من المحشيه كمان. السفره بتاعتي لازم يكون عليها طبق فول، وطبق الفول عندنا في الشهر الكريم ضيف في الفطار والسحور، وطبق الفقير والغني. الفول على الشاشه بيتكلم مصري. هنعمله النهارده بالخلطه الكزبريه، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، مع شويه كزبره خضراء، مع كزبره ناشفه، تومه، عصره ليمون، زيت زيتون، اتكلم مصري. الفول بالكزبريه. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعت النهارده، وحلقه بسيطه وسهله وباقل تكلفه، تقدري انك تخش المطابخ كلها وتعملي اشهر الاكلات. خلينا نطلع في فاصل صغير، ورمضان في مصر حاجه تانيه، والسر في التفاصيل. احنا كمان عندنا على شاشه القناه الاولى تفاصيل كتيره، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه خط سير الحلقه والشغل معاك يا شيف؟ والله احنا لو استعرضنا المقادير في كل بيت مصري هنلاقي عندنا فراخ في الثلاجه، هنشتري فراخ. رمضان كريم، عايزين نعمل اكله مندي مشهوره جدا في المطابخ العربيه. هنعملها ازاي النهارده؟ بطريقه بسيطه وسهله، وكمان تقدري تعمليه في الفرن بالتكنيك العالي. طيب، اول حاجه التحضير عندنا بيكون طاسه او جريلا او صينيه زي دي كده على النار، بتسخن معايا جامد بالشكل ده كده، انا عايز اكسب وقت طبعا. معايا حله، الحله دي يسمح لها ويصرح لها ان هي تخش الفرن، عشان دي هتخش الفرن نسوي عليها المندي، فلازم تكون موجوده عندك. ما عندكيش الحله دي بتجيب صينيه البسبوسه او صينيه الكيكه اللي انت بتعملي فيها، دي موجوده عندنا. هنشيل الغطا ده مش عايزينه. حاجات التفاصيل دي لازم تكون جاهزه. عندنا ميه بتغلى على النار، هنشيل الفول من هنا عشان ما يلخبطش معانا الدنيا بالشكل ده كده، والميه دي جاهزه معايا. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي خط سير. معايا جوز فراخ عايز اعملهم مندي، يعني خلاص المقادير على الشاشه، على بجهز السكينه بتاعتي وسدن السكينه الحلوه. معانا مين؟ حلو، فراخ، توابل عربيه، وهم خمس حاجات دول مهمين جدا موجودين معانا على الشاشه. اللومي اللي هو اللبون الجاف، الدرسين اللي هي القرفه الخشب، ورق اللورا اللي هو ورق الغار، الحبهان اللي هو الهيل، القرنفل اللي هو المسمار، ما تنسيش طبعا الدرسين اللي هي القرفه الخشب، دي مهمه جدا وهي بتبقى برزنتيشن للطبق بتاعي اللي انا بعمله. وما ننساش معلقتين من الكركم ومعلقه صغيره من الزعفران. الكركم هيخش في تتبيله الفراخ، والزعفران هيخش في تلوين الرز. هناخد الجزء الفراخ دول كده، طبعا الفراخ بتتنضف كويس وتتغسل، نبدا ان احنا نظبطها كده للشغل
شيل الدم ده كده عشان انا مش بحب اشوف الدم قدام عينيا بصراحه. اول باول بسم الله الرحمن الرحيم، واشيل طبعا العرق او الظهر بتاع الفرخه او العمود الفقري بتاعها ده كده اللي هو دايما بيسبب لي مشاكل في عمليه التسويه وبيعرقل عمليه التسويه. بس الحاجات دي ما تترميش، الحاجات دي خليها على جنب كده. يوم كده مثلا احنا النهارده مش عايزين نشتري فراخ ولا لحمه واخر الشهر، ايه المشكله لما اخد العظم بتاع الفراخ ده في مطاعم وفي فنادق قايمه عليه؟ هو ده الاساس عندها، الدوبري ده بيتجاب وتحط في ستيب كبير ويتعمل منه الشوربه ويتعمل منه كل الصلصات. على فكره هنمسك الفرخه نقطعها بالشكل ده كده بتاعت المندي، ونفس القصه هنا كده، يبقى انصاص كده حلو. شفت التقطيعه دي مهمه جدا، ونجيب صينيه زي دي كده، هنحط الفراخ هنا، نشيل دي من هنا ونوسع لنفسينا، اللهم صل على النبي، ونخلي دي هنا كده واحده واحده كده واحنا شغالين مع بعض. حلو الكلام. مهم جدا كمان واحنا بنعمل الفراخ ما يكونش فيها زفاره. ليه يا عم الشيف؟ عشان الزفاره دي ممكن تبوظ لنا طعم الرز. هناخد الفرخه كده نفس القصه اهو، ده ما يترميش، نخليه هنا كده نفس القصه اهو، نقطع كده بالراحه بالسكينه خالص، ونحط الفرخه كده ونفس القصه هنا ده كمان من عند الجناح، بنقطع قطعيه كده كله قصه. ده التتبيله اللي عاملها دلوقتي تخش جوه الفراخ دي اهو، ونفس الموضوع أو. ممكن تعملي بقى 20 30 فرخه مفيش مشكله. هنعمل تتبيله مع بعض سريعه كده واحنا شغالين. الدم ده نشيله زي الفل، اول باول مطبخي كرايق، انا يهمني النظافه قبل الشغل. هاخد بوله كده صغيره واحط فيها توم طازه، ادي توم طازه، واحط عليه كركم، واحط على الكركم ده شويه زبادي. حلو قوي، كركم وزبادي وسنه هيل ناعمه وشويه فلفله حلوين من دول كده، ما ننساش كمان ملح وفلفل اسود. دي التتبيله بتاعه الفراخ اللي انا هدخلها في البرياني، فلفل والملح زي الفل يا عم الشيف. هنقلب دول كلهم مع بعضيهم، الخلطه دي كده اهي، شفت الخلطه دي تاني اهي، اقولها كمان مره دي توابل ناعمه غير التوابل الخشنه اللي هتخش في عمايل الرز عباره عن كركم توم زبادي، كركم وتوم وزبادي وبابريكا اللي هي الفلفله الحلوه وملح وفلفل. هنحط شويه زيت، اللهم صل على النبي، وعندي صينيه على النار بتسخن جامد جدا او جريلا او طاسه اللي موجود عندك. دي صدمه ناريه للفراخ وعمليه تجهيز للسوى بتاعي علشان اقدر بعد كده ادخلها الفرن. هناخد الخلطه دي كده، الفراخ نعملها بالشكل ده كده وانا شغال اهو من جوه من بره، امسكها ادلعها كده، بعد ما اعملها كده احطها في قلب الطاسه، نفس القصه هنا كده اهو، نفس الموضوع هنا كده. بيعملوا كده يا شيف في المندي لما بيعملوه في الخلا او في مكان محفور؟ لا ما بيعملوش كده، الفراخ بتتبل وبتتعلق في اسياخ حديديه وبتتحط فوق البرميل او فوق الحله بتاعه الرز، ولكن انت بتعمليه في البيت وصدقيني لما تعمليه في البيت بنفس الطريقه دي هيبقى احلى بكتير من اللي بيتعمل بره. الفراخ كده شبعت من التتبيله، واشيل كده زي الفل، واخد الخلطه دي اخليها معايا كده حلو، واشيل الحاجات دي كلها من هنا ونوسع لنفسنا واحده واحده مع بعض. تعالوا ننظف مكان ما اشتغلنا كده اول باول اهو. هسيب الفراخ تستوي، نيجي للرز بتاعنا. الرز بتاع المندي يتعمل ازاي واحنا شغالين مع بعض واحده واحده؟ الحله على النار هنا جاهزه، نار شديده زي دي كده، تحضيري لعمل الرز. بحط شويه سمنه، معلقه سمنه كده حلوه،
الحله دي هتخش هتخش الفرن دلوقتي، بس بعد ما احضرها ادي السمنه، هحط على السمنه دي البهارات الخشنه اللي هي القرفه الخشب، واحط الورق اللورو، ونحط الحبهان والقرنفل، تحميره حلوه في السمنه كده زي الفل، مش هحط بهارات ناعمه خالص، ونقلب دول كده مع بعض في السمنه. ليه في السمنه يا شيف؟ انا عايز السمنه تشرب البهارات اللي هي هتطعم الرز وانا شغال كده اهو. السمنه دي مهمه جدا، وحمر البهارات كده تديني طعم. عندي بصلايه ناعمه صغيره مش هياخد توم ده، واقلب كده شويه الرز الحلوين بتوعنا. نجيب الرز البسمتي ننزله هنا كده، ونشوح الرز في الحاجات دي كلها اهو. ما تحطيش توابل ناعمه، انا عايز حبات الرز تبان بلونها، خلي بالك اهو. وهنا الزعفران هو اللي هيديني حبه وحبه اهو. التقليبه دي حلوه اهو زي ما انا شغال كده. اللي انا شايفه قدام عينيا الحبهان، القرنفل اللي هو المسمار، والحبهان اللي هو الهيل، انا بقول المسميات في كل الدول، والقرفه اللي هي الدارسين، واللومي الجاف بتاعنا الحلو اللي هو الليمون الاسمر الجميل الحلو. فين يا عم الشيف؟ اهوت زي الفل معايا على وش الرز. ده موجود منه الابيض اللون البني الحلو واللون الاسود، احنا عارفين اللون ده مشهور في الامارات. تحيه كبيره لشعب الامارات الجميل من ارض مصر ام الدنيا. والاسمر ده مشهور جدا في المطبخ السعودي. ادي تفاصيل بقولها عشان لما تشوفي ده ممكن يحل مكان ده، مفيش اي مشكله. شويه الرز تمام زي الفل، ونحط عليهم شويه الملح التمام. اظبط الملح كده، ونقلب تاني الرز كده. انا بفلفل الرز بالسمنه بطعم التوابل اهو، حلو قوي. اعمل ايه دلوقتي بقى؟ ولا حاجه، هنحط الميه بتاعتنا. عيار الميه المعتاد اهو اهو زي الفل تمام. شويه الميه دول كفايه قوي، ده عيار الميه بتاعي اللي هو هيسوي لي الرز. لسه ما خلصتش انا، بظبط النار واقلب الرز تقليبه ثانيه ثالثه زي الفل، واجيب ورق فويل، واحنا مع بعض واحده واحده كده. عينيا، حاضر اهو، ورق فويل كده زي الفل. دي مش عايزه تفك ليه اهي. مهم جدا دلوقتي ان انا احط الفراخ على ورق الفويل ده كده بالشكل ده كده اهو. كمان مره حاجه تحمل، كمان واحده زي الفل كفايه. نجيب ورق زبده نحطه هناك فيها، نفس القصه، ونقفل كده يا عم الشيف اهو. ونفس القصه هنا كده، وانا شغال واحده واحده ويحمل لازم. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ معايا في الكنترول حافظين. حلو كده تمام، احنا زي الفل. هنقلب الفراخ بتاعتنا دي كده بسرعه كده، وانت في قلب البيت عملت المندي اه. نشيل الفراخ دي كده، الاخبار ايه اهو؟ خد التشويحه على النار، حضرتها للتسويه. تقوم لما تدخلها الفرن ما تاخدش وقت كبير بالشكل ده كده. التحميره دي مهمه جدا اهو. نحط شويه زيت كمان صغيرين كده. انا هنا مش بشوح الفراخ، بعمل لها صدمه ناريه عشان ما تاخدش وقت كبير على النار. حلو الكلام. هنجيب سكينه كده ونعمل الاخرام ديت. سمع الصوت ده اهو؟ اه هو ده. التخريمه دي بقى يعني هقول لك على حاجه، في بعض الادوات المنزليه انا دورت عليها للامانه ما لقيتهاش. في مصفه بتتحط هنا زي بتاعه الكسكسي، بتبقى على قد الحله، هي بتتباع الاثنين مع بعض، وبنحط عليها الفراخ وتخش الفرن بعد ما نقفلها. بديل ليها حاجه عمليه كده في كل بيت، ورقه الفويل وورقه الزبده. ما انا بقول الشبكه دي موجوده اه.
هنحطها ودي مش موجود. احنا هنحط الفراخ دلوقتي هنا، بس انا عايز احمر الفراخ للامانه شويه عشان احطهم هنا وما تاخدش وقت كبير مني في الفرن. ايه اللي هيحصل؟ ايه الكيمياء اللي هتحصل هنا؟ وايه الخبره الطهويه؟ الفراخ هتنزل لي الندى واخد البيوض اللي نزل منها هتتحط هنا وندخل كل ده مع بعضه في الفرن. بس للامانه والمصداقيه شعارنا على شاشه القناه الاولى، انا مش هعمل الكلام ده غير بعد الفاصل، فرصه ان انا اخد وقت تسويه الفراخ عشان نتفرج عليها استوت ازاي مع شويه الرز الحلوين اللي هيستووا بالندى بتاع الفراخ. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. التركايه هنا والخبره الطهويه بتحتم عليا، الفراخ هنا ما استوتش، هي هتكمل سواها في الفرن، ولكن الصدمه الناريه دي مطلوبه منك لانك بتعملي مندي في الفرن، هو مش بيتعمل في الفرن، بس معانا خبره طهويه زي الشيف البوغازي هنعمل الفراخ المندي في الفرن، فلازم الفراخ تستوي بالمرحله ديت قبل ما نحطها على الشبكه. انا عملتها بطريقه سهله اهوت، هاخد شويه البيوض الحلوين دول كده مكان تحمير الفراخ اهو اهو، الموضوع بسيط خالص اهو زي دول كده، هاخدهم دلوقتي انزل بيهم على الفراخ اهو وانا شغال كده زي الفل اهو. الصينيه دي كده سخنه معلش اهي زي ما هي كده، دول مهمين جدا بالنسبه لي اهو. طب دول هينزلوا ازاي يا شيف؟ ما انا مخرمه، مخرم ورقه الفويل وورقه الزبده وانزل واحده واحده كده كانها مصفه، وزي ما قلت لحضراتكم الحاجات دي بتتباع، انا دورت عليها ما لقيتهاش اهي. طب مش هستنى بقى، انا عايز رمضان نعمل كل حاجه حلوه عندنا. حلو الكلام اهو، الصينيه زي ما هي كده او الحله زي ما هي كده هتخش الفرن، مفيش حاجه خالص. هي تركيه صغيره هعملها دلوقتي. ايه هي؟ بنروح ناكل المندي يا شيف بوغازي، بنلاقي حبايه صفراء وحبايه بيضة. اللون ده بيجي منين؟ حلو، فرصه معانا هنا نعرف الاسرار. احنا هنا مع بعض بنحط نقطه من الزعفران اللي موجود عندنا ونحط عليه شويه ميه كده بالشكل ده كده اهو، وأقلبهم كده بالراحة، برضه هينزلوا من خلال الشبكة اللي أنا حاطط عليها الفراخ أهو، وبالشكل ده كده أهو، وتعدي على الفراخ كده أهو وأنا شغال أهو أهو، هينزل على وش الرز. كل التفاصيل دي هنشوفها بإذن الله بعد دي ما تطلع من الفرن. هندخلها الفرن في درجة حرارة 180، وتتحط فين؟ مخرجنا اللي هيقول لنا دي تتحط فين في الفرن. الله عليك، أرض أرض، أيوه كده هو ده، دي لازم تتحط في أرضية الفرن. والفراخ هنا أنا ضارب عصفورين بحجر، لون الزعفران والفراخ مستوية تقريبا نص سوا، خدت صدمة نارية، خدت البيون والجوسي الندى بتاعها حطيناه على وشها نزل على الرز، فهنا الرز بتاعنا شرب طعم الفراخ وتعرف على الفراخ قبل ما ندخلها الفرن. دي المدرسة الطهوية والخبرة الطهوية في قلب الفرن. ده بندي ما كلفناش ثلاثة تعريفة، لا حفرنا على الجيران واتأذوا مننا ولا حفرنا حفرة في الجنينة. تعالوا مع بعض نعمل دلوقتي شوية فول بالكزبرة، وعايز أعمل طبق فول جامد جدا، الفول ده بالكزبرية وشوربة الخضار. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة. المقادير بتقول إيه؟ بتقول عندنا طاسة، وعندنا الفول المدمس بتاعنا الحلو، وعندنا حلة تانية هنعمل فيها الشوربة. الأكلتين هيطلعوا مع بعض وإحنا شغالين واحدة واحدة كده على البوتاجاز. هو ده المطبخ. اول حاجه هبدا بيها شوربه الخضار. استاذه رحاب، شوربه الخضار بالكرفس. المقادير على الشاشه: جزر، كرفس، بصل، ثوم، ما تنسيش البسله والكوسه دي في المقادير. هنعمل شوربه الخضار دلوقتي مع بعض. الحله كده زي الفل، والمقادير على الشاشه: بصلايه ناعمه، فص ثوم حلو، هنعملها بمعلقه سمنه، ايه المشكله، او بمعلقه زيت أو بمعلقة زبدة، معلقة سمنة حلوة كده أهو زي الفل. شوربة أهي، بصلاية تحمير جيد مع تومة حلوة، عايز البصلاية تديني لون تديني طعم عشان تنطق الخضار بتاعي بالشكل ده كده أهو أهو، شفت الحلاوة دي كده أهو زي الفل. تشكيلة الخضار بتاعها اهيت، معانا من الجزر شوية ننزل بيه الأول، ياخد تشويحة مع البصلة لأن الوقت السوى بتاعه أكبر من البسلة والكوسة.
ده الجزر بتاعنا بالشكل ده كده. حلو، اشوحه مع البصلايه شويه وانزل عليه بالتوابل الحلوه وانا واقف. حلو، بهاراتك ايه يا عم الشيف في الشوربه دي؟ البهارات بتاعتنا بسيطه وسهله خالص، شويه ملح، شويه فلفل، شويه زعتر، شوربه البصل. هي دي الكلام، شوربه البصل من المطبخ الفرنسي. بتتعمل ازاي؟ بصل ابيض، بصل احمر. على فكره شوربه البصل لما تتعمل في المطبخ المصري هي طبعا معروفه في المطبخ الفرنسي، والمطبخ الفرنسي بيروح له البصل بتاعنا من هنا استيراد، عشان كده البصل بتاعنا اجود انواع البصل من ارض الطيبه مصر للامانه. فاي نوع من البصل الاحمر او الابيض يتعمل بيه الشوربه، ولكن ايهما افضل؟ شوربه البصل الاحمر افضل بكتير لانه بيلون لون الشوربه. بنبقى نحمر معلقتين دقيق مع شويه بصل متقطعين حلوين كانك بتعمل الرز الصياديه، وبتحط معلقتين من الخل البلسمك زي الفل، وبعد كده تسيبوه بيغلوا على النار وتربطوه بمعلقه من النشا ومعلقه دقيق وتصفيها كويس وتحطيها في قلب الخبزه الجميله الحلوه بشرائح من التوست. يا نعم عينيه، بشرائح من التوست، وشرائح التوست دي بنحط عليها جبنه. انا شغال في طبقان دلوقتي، طبق فول بالكزبره او فول بالكزبريه، ومعايا كمان يا شيف مغازي حاجه حلوه النهارده، شوربه البنسترودو. وانا شغال النظافه هي عنواني. بيقول لي عشان الصوره تطلع حلوه. اهو شفت الجو ده كده، وانت واقفه في المطبخ بدون زحمه زي الفل. تمام، الخضار اخباره ايه؟ اهو ننزل بالبقيه الخضار بتاعي، الشوربه كمان خلصت زي الفل. كوسه، جزر، بسلة، عايزه تحط بطاطس اهلا وسهلا، اهو اختياري. الكرفس هو طبعا اللي هيغلف لي الشوربه دي كده. كده الشوربه بتاعتي خلصت، اتشوحت كلها مع البصلايه مع التومه. عندك شوربه فراخ في التلاجة رحابي بيها، عندك شوربه دجاج، شوربه لحمه زي ما انت عايزه. هننزل بقى هنا كده، خلصت الشوربه بتاعتي، نخش على طبق فول حلو محترم. البصلايه اتحمرت، بننزل بالطماطم، فول بالكزبريه، هنشوف نعمله ازاي مع بعض. وانا شغال كده كله طالع مع بعض اهو، بصلايه خدت لون مع تومه مع زيت زيتون، شويه الفول بتاعي دول جامدين جدا على فكره بزيت الزيتون. احط فص توم ني في قلب الخلطه دي كده، وانزل بالفول بتاعنا الحلو واسيبه كله يغلي مع بعضه. الله، فول بالقوطه، فول بالكزبره، سميه زي ما تسميه. ده هياخد كزبره خضراء دلوقتي بعد ما يغلي على النار كتير، ونسيبه فتره على النار يغلي بالشكل ده كده. فول بالكزبريه، الكزبريه تتحط امتى؟ بعد الفول ده ما خلاص قرب يطلع من النار، بننزل عليه بالكزبره الخضراء يديله الخضار والجمال. عينيا، المقادير بتاعته على الشاشه. يبقى معانا الكزبريه، فول، ومعانا شوربه الخضار بتاعتنا المنستروني زي القلتين جنب بعض اهو، دلعهم. حلو الكلام زي الفل. طيب لسه ما خلصناش، عندنا شغل كتير. عندنا من التفاصيل شويه قطايف عينيا. حاضر، نطلع نفاصل ولا نكمل؟ انا جاهز. طيب قبل ما نطلع فاصل هننوع عن حاجه، وده بيحصل عندنا ومن اول رمضان ده بيحصل عندنا. القطايف بنشتريها يا شيف مغازي، ما بقدرش احشيها، ما بتمسكش معايا، بتفك مني. فانا هاخد القطايف دي اللي انا اشتريتها ديت، اعملها النهارده طبق هتاكل صوابع كرة، بالعسل والقرفه، بالعسل والمكسرات، زي ما انت عايزه، صوره مفتوحه. نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل مع قطايف بالسكر والقرفه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف تفاصيل الشغل بتاعنا. معانا شوربه الخضار على النار في طريقها ان هي بتستوي،
لازم يبقى الانسجام ما بين البسلة والجزر والكوسة انسجام حلو. الجزر والكوسة يقول لك أنا فيا البسلة والجزر يقول لك أنا فيا سكريات، بس سبحان الله السكريات اللي موجودة في البسلة طعم والسكريات اللي موجودة في الجزر طعم تاني. بسلة يعني بوتاسيوم وحديد وحاجات ومغنيسيوم، أما الجزر طبعا فيتامين سي وبرضو ألياف لطيفة وجميلة. معانا الفول بتاعنا الكزبرية، معانا مين يا ست الكل؟ أم زيزو الحاجة عايزة مقادير كم كيلو كحك؟ والحاجة أم زيزو عايزة 2 كيلو. حاضر 2 كيلو يا حاجة، هتجيب بالظبط كده دي طبعا جميع الاستخدامات يا حاجة، حلو الكلام. بنحط عليهم سمنة بلدي، ولا الكحك طبعا عنوان للسمنة البلدي، تقريبا نص كيلو من السمنة البلدي المقدوحة. تتقدح السمنة على النار مع معلقتين من السمسم اللطيف الحلو، ونحطهم على الدقيق، وننزل بالسمنة على الدقيق مع ريحة الكحك مع الخميرة بتاعتنا دايبة في معلقة سكر على جنب، ونعجن العجينة بتاعتنا وتسيبها على جنب. وبعدين يا حاجة ما تحطيش ايدك في السمنة وهي سخنة، اهدي شوية على الدقيق لما نحط السمنة علشان ما يحصلش مشاكل. عجلنا العجينة بنسيبها على جنب لمدة نص ساعة أو تقريبا ساعة زمن حسب الكمية، وبعدين نقرصه بقوالب من الكحك. وإن شاء الله بإذن الله تعالى عشان كل الأمهات اللي بتتابعنا اللي بيحبوني واللي أنا بحبهم في كل أنحاء العالم، إن شاء الله الأسبوع الجاي معانا يومين، يوم للكحك ويوم للبسكويت والبتفور. مبسوطين؟ أظن لازم كل بيت النهاردة بيشتريش الكحك، يعملوا على طريقه الشيف المغازي. وهنعمل كحكه اسمها كحكه العيله. كحكه العيله دي انا بعملها دايما في كل مناسبه، وبتلم كل العجميه وبتلم الحاجات الحلوه وبنقدمها كده، وبتجمعنا يوم العيد الصبح نفطر عليها باذن الله مع الشاي الحلو ابو نعناع. تعالوا مع بعض مع الشربات خف منها وهي بتقعده، يعني هو بيغلي على النار مالوش حل، هتحط له سكر تاني وتعمل شويه شربات تانيين وتحطهم. الشربات ما يغليش كتير على النار، من 8 ل 10 دقايق كوبين من السكر مع كوبايه ميه، وعلشان يقعد معاك او يبقى له قوام بتعصري عليه عصره ليمون وتسيبيه في قلبيها. وجود الليمون مع الشربات او مع السكر او المحلول السكري بيدي له قوام ويدي له مزيج. هاخد القطايف بتاعتي على بلانشه حلوه كده واقطعها بالشكل ده كده. ولاحظين حاجه؟ حاجات لطيفة من المصروف يعني انت بتعمليها، بلاش صغيرة حلوة كده اهيت، خلال الفروت سلاط، شوية قطايف زي دولت، سكينة ما تكونش قطعت بصل وتوم بالشكل ده كده، أو مغسولة عندك جاهزة، وأهو شفت الجو ده كده أهو، وقطعها كده رفيعة عصافيري أهو. القطايف دي جبناها وفجأة جوزي اتصل بيا وقال لي إحنا معزومين النهاردة على الفطار، كنت عايز أعمل له قطايف على الفطار أو على السحور، فقعدت في التلاجة عندي يوم اتنين تلاتة نسيتها، وده وارد وده بيحصل عندنا، فعايز استفيد بيها، اعمل بيها ايه؟ عندي زيت بيسخن، عندي قطايف بقطعها بالشكل ده كده اهو، لسه انا هفلفلها دلوقتي. نعم عايز تبص على المندي تدفع كام؟ ده المندي بقول لك استوى استوى يعني اهو، ده هنفطر بيه النهارده. نعمين لا ما ينفعش خالص. المخرج بيسألني سؤال حلو، مش عارف انت بتتعلم عايز تشتغل شيف ولا في اخراج، قول لي بالظبط. السؤال ده سؤال وراه ردود كتيرة قوي، بيقول لي لو شيلنا الورق الفويل ده وحطينا على مخبأش مندي بقى رز كبسه، انا عايز الندى بتاع الفراخ البهريز ينزل، السمنه الدهون الحاجات التوابل كل ده ينزل على وش الرز يسويه، عشان كده حطيتها في ارضيه الفرن يا مخرج ده يا جميل. هنشيل ده من هنا كده زي الفل، وبص على المندي مش هزعلك اهو، صلى على الحبيب، درجة حرارة الفرن عالية زي الفل تمام، وبيستوي اهو زي الفل. ايه الحلاوة ديت؟ الحلة فيها الرز والفراخ زي الفل على واخدة اللون وبتستوي ونعيش مع بعضينا. تعالوا نمسك القطايف دي نفلفلها كده بالشكل ده كده اهو، بفتحها كده. اخبار الزيت ايه؟ هو ده تمام. طيب المندي له عدل، بصلايه مقرمشه، بصلايه مقرمشه زي بصله الكشري، بس احنا هنا بندلعها شويه، بنحط لها بقدونس وكزبره شويه توابل على البصلايه واحنا بنحمرها بتاعه المندي عشان نحطها ونزين بيها طبق المندي، عكس البرياني. البرياني بيتحط له جزر بزبيب، اما المندي بيتحط عليه بصله مقرمشه تبقى لطيفه وحلوه زي بصله الكشري. تعالوا نعملها مع بعض كده على الزيت بتاعنا ما يسخن واحنا شغالين كده واحده واحده. البصل فين؟ زي الفل. واحد اتنين تلاتة دول كفاية قوي. هناخد البصل ده كده
لاحظتوا حاجه؟ قطعت القطايف الاول بالسكينه على برانشه مختلفه وبعدين دخلت على البصل. اصبح كده دي ايه؟ استقلاليه. كل حاجه لوحدها. بصل بالشكل ده كده حلو. ناخد البصل الشرايح ده كده، هينزل عليه دلوقتي معلقه من النشا، شويه بهارات حلوين، شويه من الكركم، شويه من التوابل بتاعتنا الحلوه، عصره ليمون، ونحمره في قلب الزيت بعد القطايف مش قبل القطايف. يا اما تجيبي طاسه تانيه تحمري فيها على جنب. زي الفل. تمام، ده البصل جاهز. هنجيب بوله كده كانك بتعملي بصلايه للكشري، وهناخد البصل الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. شوط البصل دول بقى هتاكلي صوابعك وراهم ليه؟ هينزلوا على وش الرز الحلو ده كده بالخلطه اللي انا عاملها دلوقتي حالا. زي الفل. البهارات بتاعتنا اهي، شويه كركم حلو، شويه ملح وشويه فلفل على البصلايه. هتسيب الفراخ وتاكل البصلايه دي بعود الله. حلو. معلقه دقيق صغيره او معلقه نشا علشان يقرمش معاك بسرعه ويتحمر معاك بسرعه. زي الفل. شويه زيت قطايف اهي، مش محشيه، قطايف كريسبي اهي، في قلب الزيت اتحمر كده. دي هتطلع من النار حاجتين، يا اما نحط عليها شربات، يا اما عسل، يا اما قرفه ناعمه وسكر بودر، حاجه من التلاته حسب ما انت حابه. زي الفل. الله عليك، انا وعدتك على طول اول ما تقولي لي خلاص. حلو، نغرف الشوربه بتاعتنا واحده 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 مع بعض. الشوربه خلاص طلعت، اغرف الشوربه هنا، شوربه الخضار ومقادير القطايف على الهوا. ايه الحلاوه ده؟ بص على الشوربه كده وشوف دلعها، ننزل عليها بشويه كرفس حلوين. يلا. ايه ده؟ ايه الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها مع فرسان التلفزيون المصري؟ ادي الشوربه بتاعتي، كرفس جاهزه. ايه الاخبار؟ ولا كلمه. فيها التوابل، فيها البهارات، كل حاجه حلوه. خدت زبايه كده اغرف. الانتاج بتاعنا بقى زي كل واحد بيشتغل، الشيف في الاخر عايز يشوف الانتاج. ادي الشوربه. الله. اللي مش عايز يفطر بقى ويقول لك والله انا امبارح متسحر تقيل مش عايز افطر، شويه شوربه من دولت فيهم الياف، فيهم قيمة غذائية عالية جدا. اللي عنده مشاكل مع الكولون، اللي عنده مشاكل مع الحموضة، عندك الجزر الياف، الكوسة الياف، البسلة اهو، الام الحامل ربنا يديها الصحة غنية بالبوتاسيوم، بتغذي الجنين في بطن امه. المندي باللحمة يتعامل زي بالفراخ، نفس الطريقة. هنحمر الفخدة والكتف الضاني في صينية على البوتاجاز، ياخد لون ويتحمر شوية ويستوي ثلاث ارباع سوا، نكون مجهزين الرز في اللحظة بنفس الطريقة، ونحطه ونحطه وندخله الفرن كله يستوي مع بعضه بنفس الطريقه. شويه فول كزبريه بيتكلموا مصري، عايزين نغرفهم في الطبق الحلو ده كده. الله، عشان يلم العيله كلها. مركب فول اهو، حلو قوي. اللهم صل على النبي. يلا، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. فول كزبريه، اللهم صل على النبي. هنسيب والله اللحمه ونسيب الفراخ وناكل الفول ده مع العيش بتاعنا الحلو. من احلى طابونة كده تجيب شويه عيش سخنين، بشوف دايما قبل الاذان كلنا عايزين عيش سخن. امسح الترابيزه بتاعتنا دي كده. نعم يا غالي، عينيا اهو اهو، حاضر اهو. التاتش ده لازم عنه يا غالي. حلو اهو، شويه فول. تمام، خلصنا الفول. ايه اللي عندنا؟ القطايف جاهزه اهي في الزيت بتتحمر زي الفل. وتشيل الحاجات دي من هنا، نوسع لنفسنا كده عشان نطلع المندي نغرفه مع بعض. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي القطايف اهي، شايفه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ مش لازم نحشيها بقى. ما هي القطايف عجينه، يا اما تتحشي قشطه، يا اما تتحشي مكسرات، يا اما تتحشي تمر هندي، زي ما انت عايزه يعني. الحشوه انت حباها ايه؟ مهلبيه، كدابه، حط عليها فوزدو. يعني ايه مهلبيه كدابه؟ يعني مهلبيه بتتعمل بالنشا، ولا بيسموها كده بس احنا بنقول اسماء اللي هي المعتاده علشان نبقوا عارفينها يعني. اهو شايف القطايف طالعه حلوه ازاي؟ بجيب طبق حلو زي ده كده واحطها فيه
عشان افلفلها. الله اهي، شيل ده من هنا كده بقى. دي البصلية اللي انا حمرها دلوقتي، خلاها هنا ونوسع الدنيا دي كلها كده، وناخد القطايف بتاعتنا دي كده اهي. اللهم صل على النبي، نحطها هنا. سيرفيز قطايف حلو اهوت، حلو. الله يا شيف، ده كانت هتبوظ دي، مالهاش شغلانه عندنا خالص اهي. بالعكس، حط عليها بقى شربات، حط عليها سكر بودر، حط عليها قرفه. القرار قرارك، انا ليا اقول لك وانت صاحبه الاختيار اهو. انت لو هتاكلها يا شيف بوغاز هتاكلها بايه؟ للامانه بالله عليك هاكلها كده، قرفه ناعمه. قرفه ناعمه تنزل الاول كده وهي سخنه، شامم ريحه القرفه والله العظيم. اللهم اني صايم والله العظيم شاممها. وعن عيني وادي السكر اهو، عيني حالا اهو، وادي السكر ينزل عليها كده. الله، الف انا وشيف اللي ياكل منها. انا مكانها فين دي؟ ممكن نحط عليها عسل، بس انا مش عايز احط عسل بقى، انا حطيت ايه؟ السكر القرفه بتاعي. تعالوا مع بعض نطلع المندي عشان هننضرب اهو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، طلع المندي اللي الكل عايز يشوفه دلوقتي. اللهم صل على النبي. يا سلام، طلع الخشبه الحلوه دي كده ونحطه عليه عشان نغرفه. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ نبص عليه ونصلي على الحبيب. قلبك يطيب. المندي على طريقه الشيف المغاز واحده واحده مع بعض كده البصلايه دي اختياري حسب الرغبه، انت عايزه تحطي عليه بصله ماشي، مش عايزه برغبتك. اعمل حاجه بس صغيره كده مهمه جدا. يلا نحط الصينيه دي كده هنا عشان نحط فيها الدجاج، عشان نفتح ونشوف الرز اخباره ايه. ما اقولكش ما اقولكش، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ نفتح كده شويه رز. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ شيل دي من هنا خالص. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زي ما هي كده. المندي بشوكه وتقلبيه كده. شوف الرز، شوف الرز، شوف الرز طالع ازاي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ خش يا عم زيزو، خش جوه كريم. عينيا هغرفه والله وهجري على طول. حاضر. حاضر حاضر عينيا، حاضر حاضر، والله انت عملت معايا الواجب. حاضر. المندي بتاعنا النهارده سيبوني اغرفه طبعا عشان وقت البرنامج بتاعنا اهو بالشكل ده كده اهو، واحط على وشه الفراخ. واحنا النهارده مع بعض رؤيه فن ابداع ابهار، مندي عملناه في البيت عندنا حبه وحبه زي ما بنشوفه في المطاعم. الفراخ عندي مستويه، عنوان المندي، التوابل بتاعته العربيه، اللي بنوجه تحيه كبيره لكل اخواننا العرب من مازبيرو القناه الاولى، وكل سنه وانتم طيبين من مازبيرو.